اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن ساداتنا ومشايخنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. أيا معشر الصوام وافتكم البشرى، وقد نشر الباري بمدحكم ذكرى. خصصتم بشهر فيه عتق ورحمة، وقد أجزل الرحمن للصائم الأجر. ولله في العشر الأواخر ليلة، لقد عظمت أجرا كما ملئت خيرا. فطوبى لقوم أدركوها وشاهدوا تنزل أملاك السماء آية كبرى. وفازوا بغفران الإله فأصبحوا يشم عليهم من شذا عرضها عطرا. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، أهنئكم والمسلمين في كل أرجاء الدنيا بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء، وأسأل الله تعالى فيه القبول والفرج واليسر والشفاء والرحمة لهذه الأمة. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة والأخوات، لقد فتحت سجلات شهر رمضان، وفتحت أبواب السماء، وفتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر وأبصر. لقد بدأ ميدان التنافس بين المتقين في شهر رمضان المبارك لنيل رحمة ورضوان من الله عز وجل، لأنهم نظروا إلى هذا الشهر بأنه شهر الطاعة والغفران، شهر النور والبرهان، شهر الهداية والفرقان، شهر السلام والإسلام والقرآن، شهر التوبة والإنابة. نظروا إليه أنه شهر القرآن العظيم، حيث نزل فيه قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فحمدوا الله عز وجل على أن جعلهم من ورثة هذا القرآن، فأقبلوا فيه على الله تعالى متنافسين لسبق الخيرات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أيها الإخوة الصائمون، شهر رمضان هو شهر جعله الله تعالى حجة على الناس، فمن رعاه رعاه الله تعالى، ومن ضيعه ضيعه الله تعالى، فهو شاهد للعبد أو شاهد عليه. فمن صامه حق الصيام وقامه حق القيام جعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم بشهادة الصيام له، ومن ضيعه فلم يصم نهاره وأساء في ليله
جعله الله تعالى من النادمين الخاسرين بشهادة الصيام عليه. أيها الإخوة والأخوات، لقد شاء الله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهرا دوريا يأتي في الصيف تارة وفي الشتاء تارة وفي سائر فصول السنة تارة أخرى. فإذا جاء في فصل الصيف كان شهر محنة واختبار، يميز الله تعالى به الخبيث من الطيب، ويفرق به بين الصادق والكاذب وبين المؤمن والمنافق. فمن صامه في فصل الصيف عظم أجره بإذن ربه، لأن الأجر على قدر المشقة. وإذا جاء في فصل الشتاء كان غنيمة باردة. هذا الشهر العظيم الذي نتكلم عنه لقد خصه الله تعالى بمزايا لم تكن في غيره من الأشهر. فأول هذه المزايا نزل فيه القرآن العظيم، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثاني هذه المزايا أن فيه ليلة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وثالث هذه المزايا أنه في شهر رمضان تغفر الذنوب والآثام. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول صلوات الله عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رابع هذه المزايا فيه تفتح أبواب الرحمة، فلقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وخامس هذه المزايا أن الدعاء مستجاب به. روى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أول هذه الدعاوى التي لا ترد دعوة الصائم حتى يفطر، فالصائم دعوته مستجابة، وهذا من تمام فضل الله علينا سبحانه وتعالى. ومن فضله أيضا تبارك وتعالى علينا أن جعل في شهر رمضان خصوصيات لم تكن في غيره من الأشهر. وهذه الخصوصيات التي في شهر رمضان هي عون لنا على سلوك الطريق المستقيم الذي يوصلنا إلى المعية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من خصوصيات شهر رمضان المبارك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. من خصوصيات هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن الشياطين كلها
ومرضة الجان تصفد به وتقيد به، وهذه الخاصية هي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا على هذه الأمة المحمدية. أيها الإخوة والأخوات، لقد علمنا أن الشيطان عدو للإنسان، وعداوته محكمة لا تتحول ولا تزول، وقد أخبرنا تبارك وتعالى عن عداوته لنا بقوله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال العلماء في هذه الآية الكريمة إنها تضمنت خبرا وأمرا، فأما الخبر فهو قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو، وهذا الخبر من الله تعالى للأمة لا يقبل النسخ ولا التغيير ولا التبديل. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الشيطان من ألد الأعداء لنا، وهذا الخبر من الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير، ما بيصير بيوم من الأيام من الأحباب، إنما هو عدو إلى يوم القيامة. وأما الأمر الإلهي فهو قوله تعالى: فاتخذوه عدوا. عليك أيها المسلم أن تنظر إليه بعين العداوة، فلا يليق بالإنسان المؤمن أن يتخذ الشيطان وليا أو أن يصغي إليه، لأن الله تعالى أيضا عاتب عباده عتاب لطف فقال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى أيضا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كن يا عبد الله وكوني يا أمة الله ممتثلين أمر الله تبارك وتعالى، واحذروا امتثال أمر الشيطان، لأن الشيطان يريد إلقاء العداوة والبغضاء بين العباد، وقد أخبرنا الله تعالى عن هذه الحقيقة بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فإذا وقعت العداوة والبغضاء بين العباد ارتكبوا الموبقات من قتل نفس وإزهاق أرواح وهضم للحقوق وإشعال لنار الفتن بين الناس، وبذلك يتحقق للشيطان ما يريد حيث يكون هؤلاء من أصحاب السعير، لأن الشيطان يريد هذا لابن آدم. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الإخوة الصائمون، هل عرفت الأمة هذه الحقيقة؟ هل عرف الراعي والرعية هذه الحقيقة؟ هل عرف الحاكم والمحكوم هذه الحقيقة؟ حقيقة لا مجال لإنكارها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، حقيقة نراها اليوم في أم العين، في مجتمعاتنا، بين أهلنا، بين أقاربنا. نعم، العداوة والبغضاء في المجتمع، وكله بسبب وسوسة الشياطين وانصياع الناس لأمر الشيطان. عندما غفلت الأمة عن هذه الحقيقة أوقع الشيطان نار العداوة بين الناس، ووقعت الآثام، وسفكت الدماء، وهتكت الأعراض، وضيعت الحقوق، كل ذلك لأننا تركنا أمر الله وجعلنا الشيطان وليا لنا في أمورنا، إلا ما رحم الله. أيها الإخوة الصائمون، ما من عبد خلقه الله تعالى إلا وله شيطان، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هل سمعت أخي المسلم ما قاله عليه الصلاة والسلام؟ كل واحد منا له شيطان، فهل وافقناه
أم خالفناه؟ نعم، لقد سلطت علينا شياطين الإنس والجن وأوقعوا نار العداوة والبغضاء ولعبوا دورهم بين الناس وأشعلوا نار الفتن حتى سفكت الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذا شهر رمضان المبارك قد أظلنا، وهذه معونة من الله تعالى لنا لإطفاء نار الفتنة حيث صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، ونادى المنادي للجميع من حاكم ومحكوم وأمير ومأمور وغني وفقير وذكر وأنثى وصغير وكبير: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لقد فتح الله تعالى لنا جميعا باب التوبة، ونادى العباد جميعا بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا من يريد الصلاح والإصلاح، ويا من يريد إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو المنادي يناديك في شهر رمضان. أقبل على الله تعالى عابدا راكعا ساجدا. ومتى نرى هذا المشهد أيها الأحبة؟ عندما نرى أن الجميع قد وضعوا جباههم على الأرض سجدا لله تعالى يبتغون فضلا من الله تعالى ورضوانا، تكون الأمة قد رجعت إلى دينها وكتاب ربها وسنة نبيها. أيها الإخوة والأخوات، فلنسمع وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية الناصح الأمين، وهو يخاطب الأمة كلها من القاعدة إلى القمة، حيث يناديهم جميعا حتى يغتنموا فرصة هذا الشهر العظيم المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن الأعمال كلها لبني آدم، أو كل الأعمال لله تعالى إلا الصيام فإنه لله تبارك وتعالى، وهو يجزي به عباده الصائمين. اسمعي أيتها الأمة المباركة لقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا: أتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. رواه الطبراني. فأروا الله خيرا في هذا الشهر المبارك يا أيها الأحبة، يا أيها الصائمون. والشقي، كل الشقاء، هو من حرم في هذا الشهر رحمة الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا الرحمة، وأن يجمع شمل هذه الأمة، وأن يستر أعراضنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يرفع البلاء عن هذه الأمة، وأن يرفع ويزيل عنها الأمراض والأسقام، وأن يردنا إلى مساجدنا وقد تاب الله علينا. اللهم يا رب العالمين، ها قد حضر شهر رمضان وقد فرضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتقبله منا وتسلمه منا، وسلمه لنا في يسر منك وعافية يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تكشف الغمة عن هذه الأمة عاجلا غير آجل،
وأن ترفع عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم تبنا إليك، رجعنا إليك، عدنا إليك، وأنت الكريم فتكرم علينا بالقبول يا الله. اللهم قربنا في هذا الشهر إلى مرضاتك، وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك، ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.